تميط ابو جراف الصفر اللي جديد جاي يفرق، كان يفكر في شحات في البلاد. بعد ساعتين بتسافر في مقابر مسلمين قاعد بجرف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بفضل الله قبل ساعه تم تدمير جرافه، تم حرقها بالكامل بفضل الله عز وجل. هذه الجرافه روعه لحتى الان من صباحيه. الله اكبر ولله الحمد. هذه النار الى ساعتين من الحين في الدنيا ليل واحنا قاعدين على نار الجرافه. داونلود تريبون اكس سكرا، ما حديث كان لوكال منجدي اندونيسيا.